نظر في الحلقة اليوم هي فيها صورة شخص لك الحرية المطلقة بالكلام عن هذا الشخص بدون ما نذكر اسمه طبعا. بسم الله. الله يفك سراحه والله يسامحه. هل ظلمك هذا الإنسان؟ شوية، ولكن ظلم ناس آخرين أكثر مني، وظلم الجزائر. أعتقد بأنه فرعون، وأعتقد بأنه أمبراطور، وأعتقد بأنه بإمكانه أنه يتحكم في بلد من حجم الجزائر وشعب من حجم الجزائر. الله يسامحه.